برشا ناس يقولوا كانت مؤثره في نتائج الانتخابات نوعا ما. زهير مخلوف واللي كنت المحامي نتاعو في يوم من الايام في 2010 تابعت القضيه نتاعو لدور الايامات عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي. مخلوف عرفته مناضل في حقوق الإنسان، عرفته عضو في الحزب الديمقراطي التقدمي، خاض نضالات كبيرة هذه يشهد بها القاسي والداني. الآن تتعلق به شبهة صادمة اليوم العدالة تعهدت هذه القضية، وقع سماعه اليوم وإحالته على التحقيق وإبقاؤه بحالة سراء. رأوا من شروط القضاء العادل أن يكون هادئا، أن يتبع وإذا كان تثبت عليه الجريمة لا أحد فوق القانون، حتى وأنه عنده مقعد في المجلس. مع كل الأسف رأوا فما مبدأ أن الحقوق المدنية والسياسية لا تسلب إلا بموجب حكم قضائي وتعتبر عقوبة تكميلية، فمن بعض الجرائم تصدر فيها أحكام بالسجن وعقوبة تكميلية بسحب الحقوق المدنية والسياسية لمدة معينة أيضا. فأحنا الآن مناش في هذه الوضعية، ومدام عنا قوانين ونحب دولة القانون نحترم القانون في علاقتنا بالناس كل، مش قانون روباهي كي يخدم مصالحي وإلا كان يحمي طرف آخر أو خصم يولي القانون خايب. لا، يلزم يكون عندنا ثقافة قانونية والقانون فوق الجميع والالتزام للناس الكل، والقانون راهو متشعب ما هوش